اوكي 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 هم العصب للمجلس. المجلس بقدر يتخذ قرارات، ولكن لتنفيذ هذه القرارات يجب أن يكون خلال المجتمع العشائري، المجتمع الشيشاني. بدنا المجتمع الشيشاني يأزرنا في العمل. لا يكفي أنهم عملوا انتخابات بعدين يظلوا قاعدين في البيت. تنفيذ أجندة المجلس بده يكون من خلال مشاركة أفراد العشيرة. إلا أفكار في محاولة الانتباه للقضية التعليمية للمجتمع الشيشاني، قضية الفقر والبطالة للمجتمع الشيشاني، قضية كيفية تأمين الوظائف للخريجين الجامعات في المجتمع الشيشاني، فريق لكي يتابعوا العادات والتقاليد واللغة. نحاول نعمل مدرسة في كل من المدن الأربعة لتعليم اللغة الشيشانية وتعليم العادات والتقاليد الشيشانية. وأكثر من هذا كله كمان يجب أن نجد طريقة لكي يكون عندنا رأس مال مالي. بدون المال لن نستطيع أن نكمل شيئا. المال هو أساس كل شيء. المشاريع تطلب المال. يجب أن يكون العشيرة في كل مدينة مركز يجتمعوا فيه حتى يقوموا في أعمالهم. أنا أعتقد على أنه سنكلف كل لجنة محلية بالقيام بأعمالها في تلك البلدة. لا يستطيع المجلس كمجموعة أنه يشتغل في كل المدن الأربعة. مدينة الزرقاء يجب أنهم يهتموا في سكان الزرقاء، سويلة في سكان سويلة وهل المجرة. المشاريع يجب أن تكون في كل قرية، مش بكل قرية والمدينة، مش بس بمدينة الزرقاء أو بمدينة سويلة. كل واحد لازم يكون عنده البرنامج الثقافي، تعليم اللغة، العادات والتقاليد. مكتب فرضاً لازم يكون عندنا. أنا عم بفكر كمان، وجدت أنه موجود على 80 مهندس شيشاني في الأردن. حكيت مع الجمعية الخيرية الشركسية، قالوا لي عندنا 400 مهندس شركسي. فتكلمت معهم على إيجاد لجنة المهندسين الشيشاني والشركسي، لأنه لازم يكون لنا كمان صوت في انتخابات نقابة المهندسين. إذا عملنا نتورك من المهندسين نستطيع أن نجد أعمال للخريجين جداد من قبل المهندسين الموجودين في الشركات. على ويب سايت نعمل إنه أنا بس شغل بشركة كذا كذا، إذا بعرف إنه موجود في شاغر أنا بحط الشاغر رأسا بالويب سايت. كل واحد شاشاري وشركز المهندس بقدر يتصفح على الويب سايت هذا ويكون عنده مجال إنه يقدم له العمل هذا. بهالطريقة نقدر نساعد شبابنا إنهم يجدوا أعمال. أهم عنصر في رأيي هو عنصر الدروس التقوية لكل شباب الشيشان من المرحلة الابتدائية والثانوية. إذا ما عندنا دروس تقوية طلابنا ما بيجوا المعدلات، إذا ما عندنا معدلات لا تدخلوا الجامعة. الأصل هو أي إذا ما كنت في الجامعة لن نستطيع أن نجد عمل. بدنا نركز على القضية بالأربع مدن. إن شاء الله سيكون لنا معلمين هيئة تعليمية عشان يعملوا دروس تقوية ابتداء بالصف الأول، ابتداء والثاني، ابتداء والثالث وأهلهم مجرد. بهالطريقة هاي لما نصل الثانوية نقدر نقول للآباء والأولاد ليش ما حصلت معدلات؟ أما بهالطريقة هاي لا الأب يعرف ولا الأم يعرف شو عم يعمل ابنه، ما بيجي غير لما يصير في امتحان مثلا ليش نزلت يا كسلان يا كذا يا كذا، من حقه يحبط الطالب أكثر بهالطريقة هاي. بإذن الله في عندنا مشاريع سنحاول تنفيذ، ولو نفذها 50% من هالمشاريع سيكون نقلة نوعية للمجتمع الشيشاني في الأردن. والله أنا أسأل أن يكون هناك خدمة العشيرة في ذي الوقت.
رايد سلال في الملك المفدى عبد الله مهندس محمد شحرز. أولا مبارك لكم توصيف مكاوبيت الشيخ. سؤالنا المجتمع الأردني المجتمع الشيشان الأردني بانتظار التغيير، ونحن الآن على الدرجة الأولى من سلم التغيير، فماذا ننتظر منكم خلال الأربع سنوات القادمة اللهم على مجلس الأردني إن شاء الله؟ أشكرك أخي عصمت. الحقيقة التغيير لم يبدأ هذا اليوم أو بالأمس، التغيير بدأ عالميا، بدأ بكافة أبعاده، بدأ بالإنسان والأمن الإنساني، بدأ بالأزمات المالية، وبدأ بالاستحداثات التكنولوجية، أضف إلى ذلك المآسي التي يتعرض لها الإنسان في الكرة الأرضية. هذه تحتاج إلى الكثير من ردات الفعل الطبيعية من الحكومات، وأيضا تحتاج إلى ردود فعل من الإنسان والتجمعات الإنسانية والسكانية بكافة أطيافها وترتيباتها. حقيقة كون المجتمع الشيشاني هو طيف من أطراف المجتمع الأردني وهو فاعل وبناء في هذا المجتمع، بدأنا نحن قبل سنوات عديدة، وأذكر قبل حوالي 5 سنوات ونيف بوضع مسودة لنظام الداخلي للعشيرة في الأردن. هذا النظام حقيقة يرتب البيت الداخلي لأبناء العشيرة كجزء فعال في المجتمع الأردني، ويعطي حقوقه الكاملة، ويعطي الأبناء جميعاً الحقوق في ممارسة الديمقراطية، والديمقراطية وممارستها هي أسس النقلة النوعية التي نحتاج إليها في هذا العصر وفي هذا الزمن. بناء على كافة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نتعرض لها في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، لابد من أن احنا يكون في لنا أيضا نظرة مستقبلية ضمن سياسة الدولة الأردنية وضمن معطيات المجتمع الأردني. فلذلك هذا التوائم وهذه التوائم اللي احنا بنتكلم عنها موجودة بشكل رتيب في النظام الداخلي لعشيرة الشيشان الأردن في الأردن. الأمل معقود على من هم أعضاء يمثلون المجتمع الشيشاني في الأردن في المجلس العشائري، والظاهرة الطبيعية التي نمت مؤخرا هي شعور الشباب بتحمل المسؤولية وانطلاقهم في خدمة مجتمعهم بشكل تطوعي ووضع أسس مستقبلية لهالغاية. هذا شيء نحن نفتخر فيه بشكل عام، ونطلب أن تتكاثف الجهود جميعا في وضع تصور مستقبلي لأبناء العشيرة من حيث تنمية قدرات الفرد، ونستطيع بذلك أن نتوصل إلى المراتب المهنية المناسبة للأفراد للمساهمة في التنمية بشكل عام في الأردن وخارج الأردن أيضا. أيضا طالبت في كلمتي أن يكون هناك أيضا جهد جماعي لمؤسسات المدنية الأردنية الشيشانية، بحيث أن هذه تستطيع أنها تتجمع على شكل مجموعة واحدة أو مجموعات صغيرة، بحيث أنها تستطيع أن تتكامل فيما بينها، وأن يكون لديها دور في وضع البنية التحتية اللازمة للمستقبل بمراحل.
مراكز لخدمة المجتمع، مراكز للنشاطات المختلفة مثلا للشباب، النشاطات الرياضية. أضف إلى ذلك يمكن أن يكون في هناك مراكز مثل مراكز الأبحاث اللي تستطيع أن تتنبه عن أوضاع الأسر والمكون الشيشاني في هذا المجتمع واحتياجاته للمستقبل. بلا شك المعلومة هي الأساس في التخطيط، وهذا شيء يجب أن يحسب حسابه. التغيير، أن نقول التغيير لأجل التغيير لا يكفي، يجب أن يكون لدينا قدرة على بناء الذات في هذا المجال. وأنا أرى أن الفلسفة اللي موجودة في النظام للمجلس العشائر أو لمجلس العشيرة الشيشاني الأردني، هذه الفلسفة موجود فيها تفريخ القيادات الواعدة من الشباب للمستقبل وإعدادهم المتميزين منهم للمستقبل، بحيث أنه نستطيع نعتمد عليهم في مستقبل الأجيال القادمة. وهذه أهم حلقة كانت مفقودة في السابق، والآن نحن بصدد تنميتها. لا نقول الآن أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة محددة، لكن نحن في مرحلة البداية. أيضا هنالك في مجال التغيير نحتاج إلى أن يكون في عندنا نظرة كما ذكر بعض الإخوان في هذا اليوم أو في هذا الحفل الكبير، ذكروا أنه يجب أن يكون لدينا نوع من الاستدامة المالية. لابد من أنه نحن ولنا المقدرة على ذلك أن ننظر إلى نظرة مستقبلية، بحيث أنه يكون في هناك إسهامات مختلفة، إسهامات فردية مادية وإسهامات جماعية مادية لمستقبل العشيرة، بحيث أنه إحنا نستطيع أن ننمي قدرات الفرد ومجموعة الأفراد اللي تستطيع أنها تحمل مسؤولياتها في المستقبل.